Thank you. At this critical moment when we are all still in shock from the ongoing spiral of violence and bloodshed, it is time for the international community to بالنسبة للمجتمع الدولي أن يتصرف بجسارة وشجاعة. قبل أن أبدأ أود أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على جمعنا اليوم في القاهرة. إن هذه القمة يجب أن تكون الخطوة الأولى نحو حدث تاريخي في المنطقة ومنع واستئصال جذور الأزمة. كذلك الحقيقة واضحة مثل كل البيانات التي استمعنا إليها ومثل ما اعتمدها قادة الدول الأوروبية. نحن نشجب وندين الأفعال العدائية ضد إسرائيل ونؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي. على المجتمع الدولي أن يدرك الموقف حتى لا يتحول الموقف من سيء إلى أسوأ. في مثل هذه الأوقات علينا أن نركز في ما هي الأولويات وما هي النقاط المهمة. هناك بعض الأولويات التي ندركها حالا وفورا. أولا علينا أن نحمي حياة المدنيين ونضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهذا يعني وقف فوري، وكذلك دعم الشعب غزة ودعم شعب فلسطين مثلما ذكر الأمين العام. وأنا أثمن دعوته في الوقف الفوري لإطلاق النار. كذلك فإن حماس يجب أن تطلق الرهائن دون سابق شرط. كذلك على كل الجهات الدولية أن تضمن إطلاق سراح الرهائن من كل الجنسيات. نحن أمام أزمة دولية، الموقف هش للغاية ويمكن أن يبدأ في أن يستشري وينتشر. إذن علينا أن نستخدم كل قدراتنا الدولية لوقف هذا الصراع ووقف هذا التصعيد. في الوقت نفسه نحن علينا أن ندرك هذه الحاجات الماسة. علينا أن نتحدث عن الأولويات، وهذا يعني أننا نقدم للشعب الفلسطيني حالة من السلام، ألا وهو تنفيذ حل الدولتين، دولتين إسرائيل وفلسطين يعيشان معا بطريقة سالمة وآمنة، وحل الدولتين لعدة سنوات. يجب أن ندرك هذه النقاط المهمة حتى ندرك حل الدولتين. واليوم لا يمكننا أن نؤجل تنفيذ مثل هذا الحل. على المجتمع الدولي مثل ما أوضح في الماضي أنه طالما هناك رغبة سياسية هناك مستقبل. إن مؤتمر مدريد في 1991 واتفاقية أوسلو هما مثالان يمكنهما أن يحتويان على الأمل. إذن علينا أن نغتنم كل هذه الفرص لإحلال السلام. زملائي الأعزاء، نحن هنا اليوم لحماية كل الأرواح المدنية. أكرر، ما نحتاجه اليوم هو حماية أرواح المدنيين، أولئك الذين هم رهائن ويجب أن يعودوا إلى أسرهم وعائلاتهم، وأولئك كذلك الذين هم يعانون في قطاع غزة. والطريقة الوحيدة التي ننفذ هذا هي من خلال تقديم المساعدة الإنسانية ووقف لإطلاق النار. وفي الوقت نفسه علينا أن نتوق وأن ندعو لتحقيق حل الدولتين إسرائيل وفلسطين، الذين يحترمان بعضهما البعض ويضمنان السلام والأمن لبعضهما البعض. أود أن أقول أن هذه القمة سوف تكون أول خطوة في مشوار السلام في الشرق الأوسط، وما نشهده اليوم بالطبع علينا أن نثمن أنه لن يحدث مرة أخرى من صراعات. وأشكركم شكرا جزيلا.